أنا سندس حسين مراد، باحث استشارات قانونية في إدارة الشؤون القانونية، حاصلة على ماجستير القانون في التحكيم وحل النزاعات من جامعة دبي، وبكالوريوس القانون من جامعة الشارجة. التحقت بالوزارة في ديسمبر 2015. من ضمن مهامي المتابعة والإشراف على إنجاز طلبات الاستشارات القانونية والقرارات ومذكرات التفاهم والعقود. من أهم التحديات اللي واجهتها أثناء عملي في الوزارة هي تكليفي بمهام رئيس قسم الاستشارات القانونية في بداية مسيرة عملي. تغلبت على هالتحدي من خلال التحاقي بدورة المحامين المعتمدة لدى وزارة العدل، ومشاركتي في عدة فرق عمل ولجان مختصة بالعمل القانوني ونشر الثقافة القانونية والسعادة والابتكار. ولله الحمد كان لهذا التكليف أثر كبير في صقل شخصيتي وتطوير مهاراتي في القيادة واتخاذ القرارات. دائماً أطمح بأن أكون الأفضل من بين الأفضل، وبما يواكب التطلعات والخطوات المتسارعة لتحقيق رؤية الإمارات.